السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24. هذه الحلقة هي عبارة عن ملاحظات جدا مهمة بخصوص التقديم خلال هذه الفترة وبخصوص الانتقال من الجامعات بعد إنهاء السنة التحضيرية، وسوف أخصصه بالجامعات الطبية لأنه بعض الشباب الذين جاءوا عن طريقنا وغيرهم قد أنهوا تقريبا السنة التحضيرية. بعضهم سوف يقوم بالامتحان يسمونه ديستانسيون، يعني يكون عن بعد، هم جالسين في الأقسام الداخلية وسوف يقومون بالامتحانات بسبب الوضع في روسيا وفي العالم كله. وبعض الجامعات مثل ما سمعت فرضت على الطلاب أن يأتون إلى الجامعة لأداء الامتحانات، امتحان نهاية السنة التحضيرية ضمن ضوابط وأمور معينة لا نخوض فيها. ما يهم في هذا الموضوع هو ما هي الوثائق المطلوبة للانتقال من الجامعة التي سوف تنهي دراستك فيها إلى الجامعة الطبية، وكيف يتم التقديم وماذا بعد ذلك. في البداية الوثائق المطلوبة هي وثائق معروفة، هم عبارة عن وثيقتين رئيسيتين، جواز السفر يكون مترجما إلى اللغة الروسية ويكون مصدقا من قبل النتاريوس أو كاتب العدل في المنطقة التي أنت فيها، وأيضا وثيقة التخرج، وثيقة الإعدادية أو الثانوية العامة أو البكالوريا كما تسمى في بعض البلدان، تكون أيضا مترجمة للغة الروسية ومصدقة من قبل النتاريوس في المنطقة التي أنت فيها. هناك بعض الدول العربية التي يجب أن يتم إرسال الوثائق عن طريق الجامعة أو مباشرة من قبل الطالب إلى موسكو، إرسالها إلى موسكو لكي يتم معادلة الشهادة وتوثيقها والاعتراف بها، وبعض الدول لا تحتاج إلى هذا الأمر. هذا محل يعني جدل. أنا أقترح على الطلاب وخاصة الذين يتواصلون معي هذه الأيام ويسألوني هل أحتاج إلى إرسالها إلى موسكو وهل أنتم تقومون بهذه الخدمة، كل الجامعات الروسية، كل الجامعات التي تدرسون أنتم فيها حاليا السنة التحضيرية، بإمكانها أن ترسل لكم الوثائق إلى موسكو للمعادلة والتصديق وإعادتها إليكم مرة أخرى. طبعا سوف تقومون بدفع رسوم التصديق عندكم في المدينة بالسبير بانك، هو المبلغ لا يتجاوز 6000 إلى 7000 على حسب المدينة، 6000 7000 احتمال يصل إلى 8000 إذا كانت المدينة بعيدة، لكن هو هذا المعدل هي قيمة التصديق. بعد إجراء عملية التصديق بعض الجامعات الطبية، وهذا موضوع مهم، بعض الجامعات الطبية قد بدأت الآن باستقبال وثائق الطلبة لكي يتم قبولهم. تعرفون أنه عملية القبول يجب أن تتم عن طريق امتحان بالبيولوجي الأحياء والكيمياء، وخاصة يعني إذا كان هاي باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية. إذا رغبت أن تكمل دراسة الطب العام أو طب الأسنان أو الصيدلة باللغة الروسية عليك أن تخوض امتحان في تلك الجامعة، وأيضا هذا الامتحان مطلوب من الطلبة إذا كانوا يرغبون بالإكمال باللغة الإنجليزية. إن شاء الله أنا أعمل هذه الأيام على مجموعة من الجامعات التي تواصلنا معها والتي كنا نتواصل معها العام الماضي، لكنه بسبب الظروف العطلة، لأنه حاليا عطلة سوف تنتهي يوم 12/5، ويقال أنه احتمال يوم 6/7/8 سوف يكون دوام، أنا لا أعرف، سوف نتأكد من هذا الأمر. لكنه على العموم المفروض يوم 12/5 يبدأ الدوام الفعلي في المؤسسات الروسية، فسوف نتواصل مع هذه الجامعات بخصوص النقل هذه السنة كيف ستكون. هل يجب أن يسافر الطالب إلى الجامعة لكي يقوم بأداء الامتحان، أم سوف يكتفون بأداء الامتحان عن بعد أونلاين بإرسال الامتحان له على إيميله ويقوم بفتح الإيميل وقراءة الأسئلة والإجابة وإرسال الإجابة، أو أن بعض الجامعات بصراحة وهذا ليس بالشيء السري، بعض الجامعات الطبية تقبل الطالب حتى بدون أداء أي امتحان. هذه حقيقة واضحة. الجامعات الروسية هنا تختلف كثيرا، بعضها جامعات رصينة جدا وقوية،
وليس امتحان. يعني عندما يأتيهم مثلا هم طالبين 50 طالب، فعندما يأتيهم 100 طالب ينجح مثلا، مش يأتيهم، وعندما يأتيهم 150 طالب، من ال 150 طالب هذا ينجح 100 طالب بالامتحان، وهم طالبين 50 طالب فقط للمرحلة الأولى، سوف يختارون أعلى 50 واحد وسوف يرفضون البقية. هكذا تعمل جامعة موسكو وسان بطرسبورغ وغيرها. هذه المجموعة الجامعات الطبية سواء كانت باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية، سوف أضع جميع التفاصيل إن شاء الله في موقعنا. يعني أنا أتمنى منكم، وخاصة هذه ملاحظة خاصة الذي يراسلون هذه الأيام، صدقا صدقا يعني أنا أحاول أضع الآن سكرين أو فيديو للموقع وكيف نجيب. باليوم تأتينا بحدود من 30 إلى 40 رسالة يوميا، هذا يومي يعني الآن في رمضان. أغلب هذه الرسائل صراحة تفتقد للمعلومات، يعني أنا علي أن أسأل الشخص مرة ومرتين وثلاثة ماذا يريد أن يدرس، ماذا يعني، هل يدرس باللغة الروسية أم الإنجليزية، هل وثائقه جاهزة، أين يريد أن يدرس، ما هو التخصص. يا أخوان أنتم لديكم موقع وأنتم ناس يعني ما شاء الله عليكم، يعني تعرفون الهدف وتعرفون ماذا تريدون بالضبط. عندما تدخلون إلى موقعنا لا تقومون بإرسال السؤال مباشرة، تفحصوا الموقع، قلبوا صفحاته، شاهدوا ماذا نحن نعرض. هناك جهد أنا وضعه شخصيا في الموقع، جهد هذه السنين التي عملت بها، وأقوم بتحديثه تقريبا أسبوعيا، أقوم بتحديثه وإضافة معلومات جديدة. يعني أرجو منكم أن تدخلوا إلى الموقع وأن تشاهدوا كل ما فيه، سواء كان ترغبون بالدراسة سنة تحضيرية أو بدراسة الطب أو بدراسة الهندسة أو بدراسة الماجستير وغيرها. وبعد ذلك عندما لا تجدون المعلومات الكافية تقومون بمراسلتنا، وإذا قمت بمراسلتنا يعني أتمنى منكم، يعني أتمنى وهذا تمني من عندي ونحن في الشهر الفضيل، أن تكون هناك معلومات إضافية، يعني أن تكتبون لنا ماذا تريدون بالضبط. يعني صدقا يعني أنا وعندما أجيب هذا الكم الهائل من الأسئلة، وبعض الأخوة عندما يراسلونني مع الأسف، يعني مع الأسف ونحن في هذا الشهر، أريد أن أعتب عليهم من خلال قناتي هذه، أسلوبهم صراحة يعني غير جيد، لا أقول كلمة أخرى. عندما أتأخر عليهم لمدة نهار واحد يعني لا أجيبهم، يراسلوننا بكلام غير جيد. يعني أنا أتمنى ليس احترامنا، وإنما احترام هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم. يعني يا ريت أنه يطولون بالكم شوي، ويعني تتحملون مثلا إذا لم أجيبكم خلال يوم، إن شاء الله اليوم الثاني أجيبكم، وإذا نسيت يعني وجل من لا ينسى، يعني يفضل أن تكتبون ملاحظة عذرا، هل يمكن الإجابة عن سؤالي. لماذا هذا الأسلوب من البعض؟ يعني لماذا هذا الأسلوب؟ أنا جدا يؤذيني هذا الأسلوب صراحة، وأنا الإنسان عندما يكتب لي هذا، أنا أقولها صراحة، عندما الإنسان يعني يقوم يعني بالكتابة بهذه الطريقة، أنا عندي يكون تصور أنه هذا الشخص صراحة مع الأسف إنسان يعني لا مبالي، وإنسان لا يريد الخدمة. الإنسان الذي يريد الخدمة يعني يتواصل بلطف وبإنسانية مع المقابل، لأنه أنت لا تعرف ظروف المقابل. لا أريد أن أطيل بهذا الموضوع، لكنه هذا صراحة الموضوع ألمني. هناك البعض وهو ها يمكن 1% يقومون باستخدام هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب مزعج جدا، ونحن في الشهر الفضيل، ولا مشكلة. نحن يعني تعرفون لدينا هذا الوباء، هذا يعني أبعده الله عنكم إن شاء الله وأزاله، ولدينا شهر رمضان، ولا مشكلة إن لم نجيبكم خلال يوم أو يومين، فصبركم علينا يا أخوان. وأنتم مثل ما يقول على روسنا، أنا دائما أجيب وأحاول أن أجيب، وصدقا يشهد الله علي أنه إني أجيب الناس حتى لو لم تكن لي مصلحة بالموضوع لوجه الله. يعني قبل يومين واحد من أخوان سألني عن كيفية فتح الفيزا إلى تركيا، طيب أنا ما أعرف عن تركيا يا أخوان، ما أعرف عن تركيا، أنا كنت في تركيا بس ما أعرف. رحت بحثت بالإنترنت وبعث له الرابط، الأخ احتمال ما بيعرف يعني الله أعلم، لم أعرف الذي كلمني رجل أو امرأة. سألني طيب ما هي الخطوات الآتية، طيب أنا ما أعرف يعني هذه ليس تخصصي، لكن مع ذلك أجبته وغيره كثير وغيره. والبعض عندما يجيبه سيرجي يقوم بسب وقذف سيرجي، مثل ما فعل شخص أمس
صدقا قال لسيرجي باللغة الإنجليزية ماذا تريد، ما هي المعلومات التي تريدها، فقال له كلمة باللغة الإنجليزية. يعني مع الأسف نحن في هذا الشهر الفضيل، يعني هذا عيب عيب والله العظيم. مع ذلك يعني الحمد لله على كل حال، الناس الطيبون هم الذين يتواصلون معنا أكثر بكثير من هكذا نماذج، ونحمد الله ونشكر على هذا. ما أريد أن ألخص فيها الموضوع، وأنا آسف لأن أطلت عليكم يا أخوان، يرجى عندما تتواصل معنا عن طريق الموقع يرجى كتابة معلومات أوفر وأكثر، وأتمنى منكم أنه عندما تسألوننا أن تكون جاهزين حاضرين يا أخوان. يعني عندما يكون لديك جواز سفر فيه فترة تتجاوز السنتين، نحن الآن شهر 5 2020، الدوام سوف يبدأ شهر 9 2020. يجب أن تحسب سنتين من 2020 أو سنة وثمان أشهر بالضبط، سنة وثمان أشهر من شهر 9 سبتمبر أيلول سبتمبر 2020 إلى أحسب ضف عليه يعني 18 شهر. فإذا كان لديك هذا الجواز فأنت بإمكاننا أن نعمل لك دعوة دراسية. إن كان الفترة الموجودة في جواز سفرك أقل، فهذا يعني أنه يجب عليك أن تمدد الجواز أو تغيره. كذلك الوثيقة، وثيقة التخرج تكون مطلوبة وخاصة بالتخصصات الطبية. إذا رغبت مباشرة بالتخصصات الطبية وخاصة باللغة الإنجليزية، يجب أن تكون لديك وثيقة. إن لم تكن لديك وثيقة، أنا يعني أقول لك اذهب وعملها يعني، وخاصة أنه نحن حاليا بالحظر، لا أعرف كيف، لكنه بعض الدول تختلف، يعني حاليا يقومون بعمل خدمات أونلاين وغيرها، كل دولة ولها خصوصيتها. الأخوة الذين تواصلوا معنا بخصوص النقل، الذين تقريبا أنهوا الآن السنة التحضيرية أو تقريبا شبه انتهت، إن شاء الله خلال أسبوع أوعدكم أنه سوف تكون معلومات كاملة، قيمة القسط، أسماء الجامعات، أسماء المدن، قيمة السكن الداخلي، قيمة خدماتنا، كيف يعني ما هي قيمة الرسوم التي نأخذها لكي نقوم بنقل الطالب للدراسة، دراسة الطب البشري أو الطب العام أو طب الأسنان أو الصيدلة باللغة الإنجليزية أو باللغة الروسية. هذه خدمات نأخذ عليها مقابل، نحن لا نعمل مجانا، وأنا تكلمت بهذا الموضوع سابقا، نحن شركة نعمل وندفع ضرائب ونجتهد، لذلك نأخذ رسوم مقابل هذا العمل. إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نكمل الموضوع، إن حصلنا على المعلومات الكاملة من الجامعات بخصوص القسط وبخصوص بقية الأمور، سوف أنزلها إن شاء الله بالموقع وأقوم بعمل حلقة، لأن الموضوع جدا مهم. وآسف أني أطلت عليكم في يعني وفي هذه الأيام المباركة الفضيلة. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم، وإن شاء الله أزال عنكم هذا الوباء وهذا المرض. وأقول بالنهاية، كان معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24. دمتم في أمان الله.